اما هلا مشاهدينا بننتقل لمحطتنا الطبيه، رح نتطرق فيها لسرطان الرئه، اسبابه وانواعه، نسبه الاصابه، كيفيه العلاج، اهميه الكشف المبكر عن سرطان الرئه. لنحكي عن هذا الموضوع اكثر معنا استشاري الجراحه العامه والصدريه والتنظيريه الدكتور احمد نسيب القصوصي. اهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير حكيم. صباح اهلا وسهلا بحضرتك. بدايه خلينا نعرف شو هو سرطان الرئه بشكل علمي وبتفصيل لو سمحت. نحن حاليا الشهر 11 هو الشهر، يعني منظمة الصحة العالمية وجمعية مكافحة السرطان العالمية كيف اتفقوا انه هذا يكون الشهر توعية. ما كنا الشهر الماضي توعية سرطان الثدي، هذا شهر التوعية بسرطان الرئة. سرطان الرئة هو مرض خبيث بيصيب نسيج الرئة، تمام؟ له نوعين كثير شائعين، غير صغير الخلايا وصغير الخلايا، تمام الحديث. اهم الاسباب تبعيته منه بشكل يعني قاطع وصريح وواضح جدا هو الدخان، ثم الدخان ثم الدخان، تمام. تجي اسباب ثانيه شلون طبيعه الطعام الدسمه، ممكن ناس بيشتغلوا بالمناجم اليورانيوم او تبعون اللي بيشتغلوا بالازاز كذا، شلون هي كلها ممكن تعمل اسبستوز مثلا، شلون تتاهب لسرطان الرئه. بس السبب الاساسي هو الدخان، يعني بشكل قاطع وفاصل، تمام الحديث. صحيح. طيب خلينا نحكي دكتور، بيتم دائما لما نقول سرطان يعني كل العالم بيروح لذهنه انه حياة او موت. لما نحكي عن سرطان الرئة هو ممكن فينا نقول من اشرس السرطانات، يصنف نسبة العلاج او الشفاء كيف بتكون اذا تم الكشف عنه بالمرحلة المبكرة، لانه دائما بيكون تصنيفه ضمن سرطان القاتل. بس لا، اذا سرطان الثدي، سرطان الرئة عفوا، يعني حاليا هو القاتل الاول بسبب السرطان عند الذكور والاناث. الذكور عندهم سرطان البروستات اول، بعدين سرطان الرئه، عند الاناث سرطان الثدي بعدين سرطان الرئه، بس صحيح. كمجموع هو القاتل الاول عند الجنسين سوا. هلا حاليا عم نشاهد تزايد نسبه اصابه الاناث، كانت فتره قليله، تمام، بسبب يعني ما نحكي عنها، بنحكي بلاد بقى كمان افقيلي عنها كثير، عم تكون يعني موضه صارت شلون، عم يعني كميه النيكوتين عم تكون كثير كبيرة، والنيكوتين حاليا مصنف انه من المواد المدمنه تخلي يصير ادمان عليها، عرفت شلون؟ فبتلاقي الانسان خلص ضل يدخن. الشيء الثاني هو السجاير اللايت اللي بتجي سليم، عرفت شلون؟ انه والله بلشت تاخذ خفيفه على تمام الحديث، خفيفه ما قلت لك صار ادمان، صار ادمان. الفتره الثانيه بصير الواحد بده ياخذ كميه اكبر او ياخذ نفس اكبر، نفس الاكبر، فصار نحن صرنا نلاقي سرطانات كنا نلاقيها مركزيه بمركز الرئه تصيب المحيط، خاصه عند السيدات، عرفت شلون؟ فهي السجاير السليم هي انه خفيفه، لا هي بعد فتره عم تكون لا تعود عم يسوي شغله اشرس، عرفت شلون؟ فهي تقريبا يعني مجمل الصور تقريبا عن السرطان، دخان، تمام؟ قلت لك شغلات المهنه الثانيه الخطره تبعون الاسبستوز او انه الراديو وكذا شلون؟ وبعدين عنده انك شيء اسمه فتره عم تاخذ يعني من بدايه الدخان لحد بلش معنا بوادر، عرفت شلون؟ او تغيرات بالخلايا وكذا، حوالي 10 ل 15 سنه. هلا هون نحن بقى بيجي بقى دور الكشف المبكر، نحن كيف نكشف مبكر او مريض مدخن او مريض عنده قصه سرطان كذا شلون؟ ممكن نحن غير صوره الصدر على سن ال 40 نساوي عنده منه شيء بيسموه هاي ريزوليشن سي تي، يعني تبقي محوريه عاليه الفائقه، عرفت شلون؟ الجوده، ممكن نحن نكشف اي تغيرات بسيطه على مستوى اقل من المليمترات، كيف؟ فهذا بيكون بيساعدنا انه نحن اذا كشفنا مبكر، شخصنا مبكر، انه نتدخل بشكل مبكر، ممكن نحن انه نحافظ على الرئه ونحافظ على الحياه، كيف تكون نسبه الشفاء اكثر. للاسف كل ما كانت المرحله متقدمه كل ما تكون نسبه الشفاء كثير متراجعه. صحيح. يعني حد بيكون السرطان مرحله اولى اقل من 5 ملي، عرفت شلون؟ عقده وحيده مثلا، ما في انتقالات كذا، شلون ممكن تقول نسبه شفاء لخمس سنوات فوق ال 95%، بينما بتصير مرحله رابعه مثلا انتشارات بعيده او انه عندك حجم الكتله صار اكثر من 4 سم وكذا، شلون بخير خمس سنوات لا تتجاوز 2-3%. فهذا كثير بيعطينا اهميه انه الواحد يكشفه مبكر، عرفت شلون؟ والاهميه الاهم كذا هي الوقايه، شلون يعني الابتعاد عن الدخان هو يعني المفتاح السحري، هو بحل كل هالمشكله هي، شلون؟ لانه نحن ما قلت لك 10-15 سنه بصير تغيرات احيانا بتصير غير عكسيه. طيب في علامات او مؤشرات يعني ممكن انا اتنبه لها، لانه قلت يعني هي السبب الرئيسي الدخان، واغلب الناس ما بتبتعد للاسف، بتعرف انه طبعا. في مضر كثير كبير من التدخين وملتزمه بالتدخين، انتانات مثلا رئويه او التهابات او يعني في بعض القصص ممكن ينتبه لها الشخص. لا في شغلات مثلا نحن سعال مثلا مستنف صباحي
فوق الست شهور شتون ما عم يستجيب للعلاجات العاديه لمضادات السعال العاديه، تغير بالصوت، عرفت هذا شلون؟ تغير لكنه الصوت بحها كذا بكون صار بياثر على الاحبال الصوتيه تمام، ممكن صار انتقالات او ضغط او اعقاد بياثر على الاحبال الصوتيه تمام. مريض عم يسعوا لشلون عم يلاقي دم، شلون؟ دم مو معناته انه سرطان، بس لا لازم تتقصى القصه تشوف شو في استشاره، بسوونا فز دم شلون تمام. بشكل عام بتقلت لك ناقص وزن شلون، قلت شهيه كذا. صوره الاشعه ما بيبين لازم صوره الاشعه نالك نحن على صوت الاشعه عاده على ال 40 بس المرضى مدخنين الهيفي شلون المريض المدخن كذا ما بتكفي صوت الصدر البسيطه لحالها، لازم يكون لك طبقه محويه على الفائق يعني الفائق الانتقائيه عشان حتى يوضح لنا اي تغيرات جوفيه. فنحن اي تغير بعادات السعال، بعادات الاكل مثلا، قلت شهيه، نفس الدم كذا، كلها هي بتوجه انه احنا ممكن يكون عندنا شيء مو منيح بقى، عرفتون؟ مو شرط نقول سرطان خوف العالم، بس تستدعي الامر انه الواحد يستقصي اكثر يعني يشوف شو سبب هالقصة، هي مو شغلة عادية تمو يعني. طيب دكتور خلينا نحكي اليوم عن انواع سرطان الرئة، واليوم هل الاعراض تتشابه بين نوع والثاني او ممكن تكون اعراض واحدة لكل طالما بس بالرئة يعني ممكن تكون اعراض واحدة؟ لا مو اعراض واحدة، لا حسب بيجيك انت اكثر من شغلة، اول شيء حجم الورم، الشغلة الثانية توضع الورم وين، اذا بتوضع قريب على اوعية او احبال الصوتية او كذا يعني في حال العصب الراجع يعني شلون تمام، محيطك كذا، كل ما كان محيطي كل ما كانت الاعراض اخف، كل ما كان مركز تجي الاعراض سريعة وصارخة كأنواع تمام. النوعين قلت لك احنا عندنا فئة كبيرة هي بيسموها صغير الخلايا، هذا من اشرس الانواع عرفت شلون، وللاسف علاجه كيماوي ومعظم يكون حالات متأخرة بطريقة بسريعة جدا طريقة سريعة شلون. والنوع الثاني شلون تحت العنوان هذا في اكثر من نوع، بس نوع بسموه غير صغير الخلايا تمام الحديث. هلا نحن الفكرة الأساسية هو نحن حكينا الوقاية، بس الشغلة الثانية هي كشف مبكر، كل ما كشفنا بشكل مبكر شلون كل ما كان طرق التداخل تبعيتي منه والعلاج فعالي اكثر. لما نقول الكشف المبكر يعني بالمرحله الاولى يعني قديش بيكون مارق على السرطان يعني تقريبا؟ هلا انت بدايه ما انك تعرضتي للماده المسرطنه مع شو اسمه بتاخذ قصه من 7 ل10 سنين حتى تبلش تعطيكي تصير خلايا خسرطانية. انت وظيفه الكشف المبكر يكشف لك شيء مليمتر يعني يعني حتى على الاشعه على قديمه ما بيبينها شلون، يكشف لك انه في شيء مليمتري. هلا شكينا بشغله شلون بتاخذ منها خزعه سواء عبر عصبات او عبر الطبق المحوري عبر جداف الصدر، تاكد التوضع شلون. حاليا نحن في عندنا اكثر من نوع للعلاج شلون، بس هو الاساسي هو التعامل مع السرطان اي سرطان ملتي ديسبلي، انه فريق متعدد الاختصاصات مو شاخذ واحد شلون. في سرطانات مثلا تكون عقده وحيده كذا، مجرد انه استأصلتي حواف جيده كذا خلص ما في مشكله ما بيعاود ان شاء الله تمام. في نوع ثاني بتلاقي لانه في انتشارات شوي في كذا شلون. هلا في شيء جديد دخل نيو جيفنت راديو كيموثيرابي، انه انت بتدخل شيء اسمه علاج شعاعي كيماوي قبل العمل الجراحي، بتحسب نوع السرطان شو المواد يعني شو الادويه بتاثر فيه قد ايه كميه الاشعه، بتتقسم على الثلث فبياخذ اول ثلث وبتبتدي تقيم مره ثانيه شلون. لقيت انه صار مستجيب للجراحه في فائده من الجراحه، بتشتغل الجراحه وبتكمل العلاج تبعت منك. لا ما في فائده شلون، بتكفي اشعه كيمياء شلون. هلا في عندنا المعالجات الهدفيه شلون كثير شلون، مضاد وحيد نسيلة شلون عم تيجي تقريبا تماما على الخليه السرطانيه ما عم تيجي على شيء ثاني شلون تمام. وبتقلت لك يعني تتعاون اكثر 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 من اختصاص ومحاربه المرض من اكثر من ناحيه شلون، ما في شيء مطول فوت تشتغل جراحه وطلع وكذا شلون، لا بدك تعطي اشعه بتعطي كيمياء وغيره لازم تعطي قبلها شلون حتى توصل لنتيجه جيده ان شاء الله تعالى، تزغوا لاقل حجم وتخفف الانتقالات لحتى تفوت. خلينا نحكي بمرحله رحله العلاج اللي هي بتكون ثقيله على المريض، وخاصه ذكرت حضرتك نقطه دكتور انه 15 سنه او 10 سنوات كفيله نحن او اي حدا ممكن انه يصاب بهذا المرض انه يروح لموضوع التوعيه والمراجعات بتخف تمام موضوع الانتشار. خلينا نحكي اليوم برحله العلاجات، كيف اليوم كطبيب حضرتك بتتعامل مع مريض سرطان الرئه؟ مثل ما قلت لك يعني احنا عندنا شخص تمام، احنا سواء استقصينا صوره اشعه عاديه او انه صوره طبقي محوري تمام، حددنا مشكله عرفتوا؟ المشكله يعني المفروض ناخذ منها عينه نحن، العينه مثل ما قلت لك يا بتاخذ عن طريق تنظير عصبات يا اما عن طريق الطبقي المحوري عرفت كيف؟ او ممكن تعمل شيء اسمه استئصال اذا كانت عينه محيطيه شلون يعني حوافها واضحه وما في مشكله تمام. تاخذت راح بعثت على التشريح المرضي مستقبلات تبعيتي منها شو كذا شو بياثر فيها كل هذا بتدرس خريطه كامله يعني. هلا كلمه سرطان ما صفت انه والله كله مثل بعض، سرطان عم بتحكي انت 7-8 انواع رئيسيه شلون كل نوع في تحت منه مثل كاتيجوري اكثر من
تصنيف بكتبسه تمام الحبس. تمام هلا انحطت هيك القصه شلون؟ نحن عاده شلون ما بنشتغل لحالنا، فدائما مع طبيب الصدريه، طبيب الاورام، حتى تلاقي انه مقاربه افضل ان شاء الله تعالى. معظم الوضع هلا حاليا مين انه نحن مثل نيو ادجيفنت كارديو كيمو ثيرابي، بنعطى معالجه قبل 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 التداخل، عرفت كيف؟ بتاخذ كميه العلاج، بعد فتره مده بنعمل دراسه ثانيه نقيم مدى الاستجابه للعلاج، الحواف، الحدود، كذا، صار وضع قابل للجراحه وغير قابل شلون؟ بتكمل الجراحه، بكفي العلاج تبعته اشعه كيمياء، عرفت كيف؟ بده مراقبه دويه بشكل دائم شلون؟ وهلا مثل ما قلت لك دخلت العلاجات الهدفيه شلون القصه؟ انه نحن ممكن تماما انه نعطي أضاد للخلية بحد ذاتها حسب ما درسناه بالتشريح المرضي شلون. طبعا علاج مكلف ما عم نحكي لنا شو اسمه، الدولة مشكورة موفرة كتير شغلات أشكي، بس يعني رحلة عذاب يعني ما بنقيس العالم. فأنت ممكن بشغلة بسيطة بلاها هالسيجارة بلاها الأرجيلة شلون، فأنت طب ما بيقدر يترك الدخان بيدي بيدي تخفيف بس تخفيف ممكن يخفف مزبوط، بس أنت كفكرة قلت لك يعني نحن مثلا قسم كبير منا مسلمين وكذا شلون، فترة الصيام معظمهم عم وقف السيجارة الساعة 12 ساعة 14 ساعة، صحيح دي غدر 12 ساعة بكفي شوي. هي بدها هو أول ما بفطر دكتور بروح هلا هي بدها إرادة شوي، عفوا هلا هي بدها إرادة شوي. نحن بالنهاية أختي كريمة يعني أنت يعني هي مجرد نحن عندنا للأسف نفسيا مجرد ما قلت له ما قد معك سرطان فراح باله على الموت وكذا شلون، كأنك عم تعطيه نعوة شلون. طيب أنت أخي هي النهاية فينا نحيد يعني نرجع بنجو، عرفت كيف؟ في دائما نحن في طريقه شلون ترجع منه شلون، ما توصل اخر شيء متى ما بلشنا بلاك ولا حدا بلادي بطل شو بطل فيها صار سرطان وكذا شلون، يعني انت خلص يعني بقول سبق السيف والعزل. بس اما تاع اول شلون وقايه كثير مفيده جدا والى نتائج ملموسه، يعني برامج اقلاع الدخان ببلاد بقى شلون نزل السرطان، نسبه السرطان عندهم نسبه شكل ملحوظ. نحن للاسف ببلادنا العالم الثالث عم تتصاعد ترتفع تتصاعد، هنيك عندهم عم تنزل ونزلت بطريقه يعني واضحه احصائيا انه في اثر فعال لايقاف الدخان. فيعني هي شغله كثير اساسيه شلون. والفكره الثانيه كنا دائما نحكي يعني حتى اذا بدك تدخن مثلا مو ضايب البيت انت يعني تدخن قدام ولادك كذا، غير شغله التدخين السلبي صحيح له دور كثير انه يعمل صحيح اصابه سرطان. بنفس الوقت الاولاد مثلا تعود انه نفسيا اخي ابي عم يدخن خلاص يعني يعني صار عم ساوي شغله غلط مو ضروري يخطبوا فيك اللي بعد منك. طيب اكيد بالختام دكتور بعض النصائح لكل الناس اللي عم يتابعنا، قلنا يعني التدخين هو السبب الرئيسي للاصابه بمرض السرطان، وللاسف عم نشوف كل ما النسبه عم تزيد لانه نسبه التدخين على مستوى العالم عم تزيد. بعض النصائح للوقايه من مرض السرطان وقديش فعليا الكشف المبكر بيساعد بالعلاج والشفاء التام. هلا بعض النصائح، اول شيء قلت لك ايقاف الدخان، ابتعاد عنه بشكل اساسي، الدخان السلبي حتى يعني كلمه الدور اساسي، كيف تغذيه سليمه جيده شلون، يعني غذاء غني بالفيتامينات وبالخضار شلون، هذا كثير بيساعد شلون. ممارسه الرياضه، انقاص الوزن، وزن في تناسب بين زياده الوزن والسرطانات بشكل عام والسرطان بشكل خاص. والفكره الاساسيه انه اذا انت حاس حالك من نوع انه انت مثلا كوظيفتك شغلك مثلا بالازاز او انه مثلا انت مدخن كذا، انه مراجعه فحص دوي على سن ال 40، كيف انه على الاقل نكون بس لاين عندنا نعرف حالنا شو 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 يعني اذا صار تغيرات كذا في عندنا اساس حتى نقارن فيها بشكل عام. ما قلت لك يعني عيش 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 هنيه كفي المثل دكتور خلص. شكرا لك دكتور. دائما الوقايه بنقول نور هي اهم من عذاب رحله العلاج. تمام شكرا لحضرتك وصباحك صحه، وتمنياتنا بالصحه والسلامه لكل حدا برافقنا بصباحنا لليوم.